تدرين ان اخوك قال اذا ما اعتذرت منك بيردني بيت اهلي؟ لا ما توصل الامور لهالمرحله، انا ما راح ارضى. متى بتطلعين؟ قريب ان شاء الله. اتمنى باسرع وقت لان ما راح اتم بهالبيت طول ما انت موجوده فيه. انت ليش كرهتني هالكثر؟ انا ما اكرهك، لكن نفس ما انا اقدر مشاعر الناس اتمنى الناس تقدر مشاعري. ان شاء الله. وعد خلال اسبوع ارتب اموري واطلع. اي امر ثانيه بعد؟ يا ليت. قام كذي اروح انام. سمعيني، اتمنى اقوم الصبح الاقي البيت يلمع يلقلق ولا شعر الاقي في الارض، اوكي؟ حاضر. اي امر ثانيه؟ اي لحظه، اتمنى اللي دار بيني وبينك اليوم ما يوصل حق اخوك لانه تربط العصاص، انا ما احبه. اذا ما تعرفيني هذه مشكلتك، لان الطبع اللي فيك مو فيني، عن اذنك. ماشي.